عندنا حالة بجسر الجمرات بنروح ننقذها مع الإسعاف الجوي. الآن في جسر الجمرات ننقل حالة طارئة عن طريق الهلال الأحمر نوديها لأقرب مستشفى. هذه حالة تعرضت لضربة شمس والآن المسعفين يقومون بتبريد جسم المريض. هذه الحالة كانت لحاج مصري في أول أيام العيد، تم نقلها إلى مدينة الملك عبد الله في مكة المكرمة. هذه الحالة ضمن مئات الحالات اللي قد ينقلها الإسعاف الجوي في موسم الحج، جهود كبيرة يقدمها رجال الإسعاف الجوي بالتكامل مع وزارة الصحة.